يطيب لي ويشرفني أن أكون في هذه المدينة المباركة. الدكتور البروفيسور ثامر حمدان أصبح رقم من الأرقام التي يشار إليها بالبنان على مستوى التعليم. مستشفى الكفيل، مؤتمر الكفيل الدولي الثاني للعمود الفقري والحبل الشوكي في جامعة العميد. تقريبا أكثر من 60 إلى 70 طبيب مشاركين في هذا المؤتمر، والفوائد طبعا واضحة جدا، هي تبادل الخبرات، معرفة التقدم الحاصل في هذا المجال خاصة جراحة العمود الفقري والمشاكل المتعلقة به. الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الأطباء حتى إن شاء الله نطور هذه النوع من الاختصاصات الدقيقة في جراحة العمود الفقري، جراحة صعبة وبيها مشاكل كثيرة وكبيرة. المؤتمر الكفيل الثاني يحكي عن أحدث التقنيات والعمليات التي أجريت في مستشفى الكفيل وفي داخل العراق وخارج العراق. أنا شاركت بالمؤتمر الأول بسبب النتائج اللي شفناها خلال المؤتمر الأول، هذا كان دافع لنا والكثير من الزملاء أن يحضروا المؤتمر الثاني. ضمن أبرز نقول التقنيات والتحديث في جراحة العمود الفقري، فضلاً عن ذلك عرض حالات مرضية نادرة أو صعبة. يعني كما تعلمون أن مستشفى الكفيل مع جامعة العميد وجامعة الكفيل أصبحت معالم علمية وصحية مهمة جداً على مستوى البلد، وحتى يعني السمعة الإقليمية والسمعة العالمية طيبة أيضا. يعني طبعا شفت التطور العلمي والمؤتمر فد شيء ناجح وحلو، إنه يقدم فرصة لإنسان جاي من الخارج يقدم هو خبراته بالخارج والتطور. جامعة العميد أولا وفرت لنا القاعة والإمكانيات لإقامة هذا المؤتمر، بنفس الوقت أنه طلاب جامعة العميد يدربون عندنا في مستشفى الكفيل. أنا أعتقد هو المؤتمر كله جرى هنا في جامعة العميد أكيد عن طريق مستشفى الكفيل، فشيء طبيعي هو توفير كل المناخ الملائم لإجراء المؤتمر جاء من خلال هذا الطريق. الحمد لله والشكر، مستشفى الكفيل أصبح مركز علمي وصلاح علمي في جراحة العمود الفقري، يضاهي أي مركز علمي أو أي مركز جراحي في العالم. نحن بدون مبالغة فينا نعتبر مستشفى الكفيل هو واحد من أهم المستشفيات في الفرات الأوسط وبالعراق من خلال التجهيزات اللي وفرها، الكادر الطبي اللي وفره، نوع العمليات اللي تجرى داخل مستشفى الكفيل خلال السنوات السابقة هو عمل يضاهي المستشفيات معروفة خارج العراق، والمستوى رائع جدا، يعني كأي مستوى مؤتمر عالمي آخر. الدكتور البروفيسور ثامر حمدان أصبح رقم من الأرقام التي يشار إليها بالبنان على مستوى التعليم ومستوى الصحة. هو أستاذ مربي وتخرج على يديه تقريبا 170 من الأساتذة الكبار. الآن الأساتذة الكبار هم من طلبة الدكتور ثامر حمدان، المشاركين والمتحدثين كلاهما سوف يستفيد، وبالنتيجة إن شاء الله يستفيدون المرضى. هو النواة، الموضوع هو التركيز على خدمة المرضى، شكد راح نقدر نقدم خدمة أفضل للمرضى. النقاش هي موضوعات بحد ذاته هو مثمر للجميع، إثراء الجانب العلمي عند الأطباء جراحة العمود الفقري، فضلا عن ذلك تبادل الخبرات بيناتهم. ثلاثة، نأتي بمخرجات يعني حلول للمستقبل إن شاء الله، وتبادل الخبرات بما ينفع الناس ومعالجة المرضى حتى بالحالات الصعبة والمعقدة داخل العراق وتجنب السفر ومعاناة السفر. الحالة اللي قدمتها هي حالة معقدة جدا، انه المريض كان يعاني من هذه الحالة من سنة 2007، رفضت جميع مراكز الاستلامة واجراء عملية له. الحمد لله بالإمكانيات الموجودة بمستشفى الكفيل، الإمكانيات الموجودة عندنا وتوفر الأجهزة والعناية المركزة، استطعنا إجراء العملية والحمد لله والشكر تكلمت بالنجاح، حيث أنهينا معاناة مريض لمدة 17 سنة يبلغ من العمر 40 سنة. أنا راح أحكي عن انحرافات العمود الفقري والصعوبات اللي تواجهنا في هيك عمليات انحرافات العمود الفقري وكيفية والحلول اللي يمكن اتخاذها للتغلب على هاي المشاكل اللي تواجهنا في هيك نوع من العمليات المعقدة الكبرى اللي تحتاج عمل فريق كامل
من بداية دخول المريض وحتى تخرجه؟ البحث هو عبارة عن أنه تقنية جديدة مستخدمة لتشوهات العمود الفقري الولادية في المنطقة الواصلة بين قاعة الجمجمة والفقرات العنقية، بداية العمود الفقري في مستوى الفقرات العنقية. عندي موضوع أقدمه عن التصاقات الحبل الشوكي، وهي حالات نادرة تصير للأطفال وأحيانا حتى للكبار. هذه الصورة التي تشاهدونها من حالة الإبداع والتنظيم والرقي والمؤسسات والتجهيز، هذا كله من العتبة. ممتازة وموفقة وأدت الواجب وغطت النفقات، وبارك الله بهم وبجهودهم الخيرة. هذا اللي ما استعاني، الإنسان اللي ما يقدر، الإنسان اللي يحتاج عملية المعقدة، ليش يروح بالخارج إذا موجودة وسائل التطور هنا؟ بعد شهر إن شاء الله تعالى وعلى نفس جامعة العميد مؤتمر المتعلق بأمراض الكليتين أو الكلى.